وينكم؟ اسمعوا، حس حالي كن حل الوقت هذا، حليت في وقت مش والله. انا شو بما انه باش نصير نفتح لكم في النهار وفي الليل، الوقت اللي نحس فيه حالي زهقانه نفتح فيه بث، الوقت اللي نحس فيه مش وقتي نفتح لكم بث عادي. نحبكم ترجعوا زدت في بيت حماتي، لك ولا كنت حابه اصوركم فيديو، كنت حابه اصوركم اشياء، لكن زدت في بيت حماتي. ما شاء الله اليوم حلو. عيونك الحلوين والله يا خيتي عيونك حلوين والله في بيت حماتي اليوم. انا تعرفوا خلتني نم تقولي بالله قومي ساعديها وكل شيء، يعني صراحة ما تحبش حماتي فبكفي يعني. وانا صراحة بيت حماتي عندنا كانوا بيت ام، يعني لما تكون البنت مثلا بيت، مثلا انا ما عنديش اهلي هون مش هون، ف كل يوم في بيتي نسوي فنجي لبيت حماتي نرتاح. فانت لما تروحي عند امك ترتاحي، صح ولا مش صح؟ صح. فانا هون لما اجي ارتاح. الحكومة دخلت علينا. فيديو اليوتيوب هذا قرب مليون، حلو. ترى نحب نوصل نشوف 10,000 شير والمليون تكبيسة. يلا أدمنت هالغنية هذي اليومين هذوما. أهلين يا خيتي وحليا. يا هلا اليوم هيك متراوين عندك اليوم لابسة وردي والله يا حلوة. وانتي وين رايحة؟ وين؟ والله أنا في السيارة جالسة. دايما حلوة انتي. شو رأيك نحكم عليك أحكام صالخ؟ إيش الأحكام؟ نلعب يعني ونحكم عليك. يلا عاد ما عندي أحد، حتى انا لساتني فاتحه ما عندي حد راو بكذب عليك. خطبته؟ اي الله يوفقه ويسعده يا رب ويتمم له على خير. امين يا رب. يمين يا رب ويجمع بينهم يا رب بكل حب وسعاده، يستاهل عبسه. يا رب امين يرزقهم الذريه الصالحه. ود ولا ما لبستي لي لابسه وردي واليوم خطوبته؟ لا ما رحتش. انا ما رحتي؟ ما رحت. لا يوم كتب كتابه اليوم، لكن يوم زواجه راح البس كلي بالاسود. كفو عليك، حتى انا باجي يوم زواجه بلبس اسود معك تضامنا. وحمرة سودة تسوي انتهى. يا رب. جماعة ثلاثة كبسات على الشيشة راهي، مش اللي قدامكم مش خصم. يا ربعي لو سمحتم ممكن تفدون شوي. يا اخي وين عايش انت إليف هلا؟ جدة في السعودية ولا في؟ ايوه جدة في السعودية. اخي مش قالوا في قطر؟ لا انا في السعودية. ما لكن جيل السعودية تعال نشوفك بإذن الواحد الأحد ان شاء الله. ان شاء الله في فكرة انه راح يجي للسعودية، ان شاء الله نزورها زيارة ان شاء الله بإذن الله. لازم تجون مرة راح ان شاء الله. والله ان شاء الله. جماعه الشيرات للبث لستنا فاتحين عاد، الشيرات والتكبيس وفوزوني فيها. باقي توي فتحت حتى انا والله لستني فاتحه الشيرات. لا شيرات شوفوا اللي في البث الكل هذا وشي، شفتوه وشي؟ تعملوا ثلاثه كبسات على الشاشه هيك على وش ثلاثه كبسات. محلوه يا ضحى ما شاء الله تبارك الله. يا خيتي عايشك عيونك الحلوين والله. والله العظيم بسم الله عليك. والله عيونك الحلوين. سمنت بعد الزواج؟ لا بالعكس ترى حلو، يعني حلو. انا راه كلمه سمنت نحبها. سمنتي يعني صرتي دبه؟ لا انا كلمه انا كنت ضعيفه، فانت لما تقولي لي سمنتي فانا اصير مبسوطه. ايوه بالعكس انا اقول لك مره صار حلو ما شاء الله. اي عملت عليك. حتى امي لما رن على امي تقول لي عملتي الخدود. اوه ساهر شكرا. 3000 دبل 3000 في المحليزي دبل. سووا شيء تلحلحوا. خالد يا خالد يا وصلنا 9.9 مليون يا جماعة. تكفوا تكبيساتكم سووا شيء.
مليون. وشك مبروك، فت معاك وصلت 9.9 مليون متابع. تستاهلين يا روحي 10 مليون. الله يخليك. يلا عاد التكبيس يا جماعة، ما تخلونيش نخسره. جحفة لا جولتين إليك. ساتكم يا ربعي. ليش قاعدة في السيارة؟ ليش ما تطلعيش هيك في مكان تغيري الجو؟ يا اختي ما احب، والله زي ما تحبيش تقعدي لحالك في مكان. لا ما احب. مبروك، الله يخليكم. شكرا والله، شكرا كلكم والله، شكرا والله. مش وقتي نفتح فيه، والله مش وقتي، فحبيت اني نفتح نغير جو ميكس نيم، فقلت خليني نغير الجو. يا ناس الاسكار انقذوني، سووا شيء، تلحلحوا. كفو الداعمين والله، شكرا شكرا. مين جي وساهر واشرف كلكم، شكرا شكرا. احب الزحمة، ما احب كثرة الناس كذا، احس كذا افضل. شو برجك إليف؟ اسد. عرفتك والله، عرفتك زيي. انت برج الاسد؟ اي واه عرفتها عرفتها، نفس الطبيعة، ما نحبوش الناس، ما نحبوش الاكتظاظ زحمة مدري ايش. زي بالضبط والله. والله انا كذا ما احب. لما تطلعي في مع ناس هكا جروب جديد، يعني جماعة، يحسوك انك غريبة، اي يقولوا لك اكون مستمعة ما اتكلم، وانتي صح، يقولوا لي ليش تسمعي وما تتكلمي، ونحسوك تفكري هيك واحنا عادي، يعني تلقيك عادي انت ذيك شخصيتك، ويحسوك تفكر وقاعد لحالك، فانت تكون قاعد لحالك ما تحبش تحكي، وتسمع اوكي تسمع معاهم، لكن أنا دايما مستمعة. رنا ديروا بالكم الجحفة يا جماعة، الثواني الأخيرة. هاي الثواني الأخيرة، انقذوني يا أخي. جماعة أنا سكور كثير 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 يفكروني مغرورة. على فكرة في الأسد، هذيك الأسد ديما يفكروه مغرور، ولما تفوتي على مكان تاخذي العيون والأنظار. والله من جد. يلا إليف، حكمك اليوم سماح. يا عمري الله يخليك يا روحي، ديري بالك على حالك، بحبك كثير، وإن شاء الله وانا لما كمان يجي السعودية أشوفك يا ضحى. إن شاء الله. يلا دي بالك على حالك حبيبتي، إن شاء الله. يلا دي بالك على حالك حبيبتي. شوفوا عجبتني في التليفون ال14، لما تحط صورة راس ميكس، شفتوه يجي ورا حنوشي، يجي ورا، أوه شكرا ساهر والله، شكرا على الورود، يجي ورا الوقت، شفتوه هيك، حبيت بس نبين لكم انه عندي 14. ف وين شيراتكم جماعه، وين شيراتكم، وين تكبيساتكم، وينكم؟ انا صراحه لو كان نفتح بث طبخ الوقت هذا احسن، افوت اطبخ في بيت حماتي. حماتي تنصدم، تقولي شو مالك، شو مالك نايضه تطبخي انتي، شو نضع عليكي هاليوم. أنا اللي فيك أمان. ف جيبوا لنا شخص قوي هيك نلعبوا معاه، نسكروا له ملفه. جيبوا لنا شخص قوي نسكروا له ملفه، باش نسكروا له ملفه والله أعلم. أنت كثير حلوة اليوم. شكرا والله، هرموش زايدين فيا الشطر يا جماعة والله. بنات لو بدك تعملي إضافة لوجهك سوي رموش، والله سويه رموش، يعطيه إضافة 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 كثير حلوة للوش. عنا سعد التوب ون، عنا هيك وعنا هيك. لأني مش في التوب ون مقدرش نلعب معاهم، يمكن لأني مش في التوب ون. تب 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 فيصل السهل حسابي، السهل حسابي. ليش رفضتني؟ من رفضك؟ انت والله ما رفضتك اصلا، ما جاني قست منك. في بالي رفضتني. كيفك، شو اخبارك فيصل الساهل؟ فيصل الساهلي حساب الاحتياطي، كيفك؟ والله الحمد لله بخير، انت كيفك؟ من وين؟ انا من الكويت، ترى قبل لاعبين مع بعض. عندي زهايمر والله.
عليك. عزيز زيك هو ما مستحيل فزت علي. والله فزت عليك بسكور قوي، عندي فيديوهات وانت هربتي ما نفتح حكمي. والله انت وصلتي، انا وناصر السبيعي. اي قولي قولي انت وناصر السبيعي، خاطر انا ديما اهرب من ناصر السبيعي. فهلا عصا دايم روا اكسر حصانتك اذا تقدرين. ما نكسرش حصانتي، لازم تفوز علي، اللي فات فات، اللي راح فات. لا كان سكوري 300 الى 200 الف، لا ما يروح كذي. انا أكسري. ما بتذكر، انا بحاسبني بالشي اللي بتذكره. اوكي اوريك فيديو، فرجيني فيديو. يلا تمام. وشان انت كل شيء، كل الناس شاد عليهم فيديوهات. تمام كل الناس شاد عليهم فيديوهات. يا ربع بالله عليكم، ثلاثة كبسات على الشاشة، تكبير شير تمام، عليكم ثلاثة كبسات على الشاشة. شو اسمها، شو اسمها الغنية اللي حاطها، شو اسمها؟ تبين تسرقينها مني؟ ايه ولا عجبتني. تحت السدرة، تحت السدرة. يا رب عيد واحدة ها؟ لا بعد خلينا نفوز عليها.